الزمالك بيدرس السفر الى الجزائر بطياره خاصه لمواجهه ابو سليم الليبي. الزمالك عنده مباراه مع ابو سليم الليبي في الكونفدراليه يوم 25 فبراير. بكره ان شاء الله مباراه الاسماعيلي وسيراميكا، دي لقطات النهارده من تدريب الزمالك. خلي بالكم الزمالك بيتمرن في ملعب الفرعي في استاد الدفاع الجوي. الزمالك بيستعد لمباراه الاسماعيلي يوم 19 في الدوري.